تعرض المسجد الأقصى على مدار تاريخه إلى جملة من الاعتداءات التي حاولت النيل من قدسيته وطهارته، فمن تحويله إلى إسطبل للخيول إلى محاولة إحراقه وتدمير معالمه الأثرية والحضارية. فبتاريخ السابع من جماد الآخرة من عام 1389 هجرية، في الساعة السابعة من صباح يوم الخميس الموافق 21 من آب من عام 1969 ميلادية، شب الحريق المشؤوم في المسجد الأقصى المبارك والذي نفذه مايكل روهان الأسترالي الجنسية، وهو عمل إجرامي تتقاصر الألفاظ عن وصف فظاعته وشدة بربريته وعظيم وقعه في نفوس المئات من ملايين المسلمين والعرب وذوي الضمائر الحية في العالم، وعلى اختلاف مذاهبهم ومشاربهم في الحياة لما ينطوي عليه من استهانة بمشاعر المسلمين في أقدس مقدساتهم في فلسطين، وتشويه وتغيير لمنجزات الحضارة والتاريخ خلال القرون. وإن جريمة إحراق المسجد الأقصى أكبر من أن تحدد أبعادها وتحصر أخطارها. وقد أتى الحريق على المنبر التاريخي المعروف بمنبر صلاح الدين، وقد أحضره من حلب بعد إعداده من قبل نور الدين، والذي هو تحفة فريدة في العالم، وتعتبر النقوش التي نظمت بالصدف والعاج من أروع النقوش الخشبية، ويرجع تاريخها إلى عام 564 هجرية أي 1168 ميلادية. كما قضى على القبة الخشبية الداخلية من قبة الأقصى بزخارفها وما فيها من فن بديع. وقد حرق المسجد الأقصى المبارك من ثلاث جهات من الشرق والغرب والمحراب، وهذا ما تبين من تقارير للمهندسين العرب الذين أجروا الكشف على الموقع إثر الحادث، وأن الذي وقع حريقان لا حريق واحد، أحدهما في منطقة المحراب ومنبر صلاح الدين وهو الذي أتى على المنبر والقبة، والآخر في سقف الجناح الجنوبي الشرقي ومحراب زكريا. وقد نتج عنه تدمير سقف الجناح الجنوبي الشرقي ومحراب زكريا بأكمله، والذي تبلغ مساحته نحو 400,000 متر مربع بما في ذلك الزخارف والنقوش، كما أحدث إصابات وأضرار أخرى في عمارة المسجد. وتبين من التحقيقات التي أجرتها الهيئة الإسلامية أن المنفذين أكثر من واحد، وأن المخططين للحريق هم مسؤولون كبار من اليهود، خصوصا أن السقف لا يمكن أن يصعد إليه حينئذ إلا بواسطة أخشاب لولبية موضوعة في خارج بناء الأقصى، وهذا يدل على ترتيب محكم متفق عليه بقصد القضاء على المسجد الأقصى بكامله، والذي يؤكد هذا تباطؤ سلطات الاحتلال في عملية الإطفاء وقطع المياه عن منطقة الحرم في تلك الساعات. لقد أوقع حريق المسجد الأقصى أضرارا بالغة وجسيمة أصابت المسجد، وقد وضع المهندسون تقريرا مفصلا عن إحراق المسجد الأقصى ذكر فيه أنه وبعد الكشف تبين أن الأضرار جسيمة جدا، وقد تعرض أحد الأقواس الأربعة التي تحمل القبة إلى حرارة عالية جدا ما أفقده قوة التحمل، كما أن العمودين المستديرين اللذين يدعمان هذا القوس قد تشققا إلى درجة تحتم استبدالهما. وفي تقرير أولي عن الحريق قامت به اللجنة المؤلفة من المهندسين رزق أسبير خوري ومحمد نسيبة وإبراهيم الدقاق، أشاروا فيه إلى الأضرار التي لحقت بالمسجد الأقصى، حيث تبين للجنة ما يلي: تبين تدمير سقف الجناح الجنوبي الشرقي ومحراب زكريا بأكمله، والذي تبلغ مساحته حوالي 400 متر مربع بما في ذلك الزخارف والنقوش،
احتراق منبر صلاح الدين بأكمله، تلفوا جميع جدران المحراب الداخلية، وكذلك تلفوا الزخارف والنقوش الأثرية بشكل لا يمكن إصلاحه. توصل الحريق إلى قبة الأقصى وأتلف الزخارف الموجودة على القبة الخشبية وقسما منها، وكذلك أعمال الفسيفساء والتي تغطي الركب الحاملة للقبة، وأصبح تبطين القبة من الداخل آيلا للسقوط.